إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم هذا هو الدرس 49 من دروس التفسير، تفسير القرآن الكريم، وما زلنا في تفسير سورة الفاتحة، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانتهينا من ذكر صفات المغضوب عليهم اليهود، أسأل الله أن يلعنهم وأن يقي المسلمين شرهم. وقلنا أن الغرض ليس الكلام عن اليهود والنصارى، وإنما الغرض الكلام عن صفات اليهود والنصارى التي تسربت إلى المسلمين فوقع فيها المسلمون. وهذا تحقيقا لنبوءة أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ودخل المسلمون جحر الضب خلف اليهود والنصارى، حتى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال: فمن الناس غيرهم؟ هم دول. ذكرنا كثيرا من صفات اليهود التي امتلأت بها بلاد المسلمين في هذه الأيام وصارت طبيعية في تعاملات الناس. وإذا توقفنا الليلة مع كلمة ولا الضالين، فهؤلاء الضالون أيضا فيهم صفات تسربت إلى المسلمين، من أهمها صفة الضلال. الضالون المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، والضالون لم يعرفوا الحق ولم يتبعوا، لم يعرفوه. الضالون أعرضوا عن معرفة الحق، رفضوا معرفة الحق، أبوا معرفة الحق. ما تلعبش في حياتك، أبوا معرفة الحق. هذا هو الإشكال. الإشكال أن يكون الحق معروضا عليك فترفض. ولذلك عدوا من أنواع الكفر كفر الإعراض، أن يعرض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به، عياذا بالله. قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. استحبوا العمى على الهدى. في ناس كده مش عايز يعرف دين، مش عايز يتعلم دين، مش عايز يفهم دين، لك سيبني كده أنا كده أحسن. ليه؟ هو يريد أن يخوض في الباطل، أن يسير على هواه. هكذا الضالون، هذه الصفة تسربت إلى نفوس المسلمين.
الإعراض عن شرع الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد ذكرت أن بعض الدعاء قد يعرض عن بعض المسائل ظناً منه أن الناس كلها تعرف، عادي يعني مش محتاجة نتكلم فيها، وتفاجأ أن كثيراً من الناس لا يعرف من المسلمات في الدين. فأول صفة في هؤلاء الضالين الإعراض عن معرفة الحق أو تجاهل الحق، تجاهل الحق اتباعاً للهوى، فهم لا يتركون معرفة الحق انشغالاً عنه كما نزعم. ما احنا يعني انتوا لاحظتوا المناقشة اللي جرت مع الشاب ده اللي بعد العشاء، ان مفيش مواجهة بالحقيقة، هنكذب هنضحك على بعض. فقد تقول انت ما تعلمتش دين ليه؟ قول مش فاضي. مش هو ده السبب الحقيقي، وانما السبب الحقيقي الاعراض القلبي، ملوش نفس ملوش مزاج. اظن النقطة دي لحيت عليها امبارح في ان الناس اللي في الحج، كنت بقول له اوعى تفكر ان الفلوس اللي جابتك هنا، لا ده في ناس معاها فلوس اكتر منك وما جوش، او التاشيره اللي جابتك هنا في ناس يقدروا مش يجيبوا تاشيره حج، يجيب اقامه في مكه بس ما جاش. ليه؟ مين اللي زرع الهم ده في قلبك؟ هو ده الموضوع، ان يبقى الانسان عنده هم جواه الكعبه، عايز اشوف الكعبه، عايز اقعد في الكعبه، عايز اعتمر، عايز احج، عايز اطوف، عايز المسها، عايز ابسها، عايز الهم ده وجوده في القلب بيبقى هو الدافع. وعشان كده بقول لكتير من الشباب ان النهارده اللي عايز يتجوز بيعمل ايه؟ بيعمل جمعيه وبيحوش ويشتري بالتقسيط ويحجز شقه ويدور صح ولا لا؟ لكن هل عنده نفس الهم في الحج؟ عنده نفس الهم في موضوع الحج ان هو عايز يحج، فبدا يعمل جمعيه ويحوش ويشوف شركه ويحاول بيحاول. الموضوع مش في دماغه، هو كده الدين. يا جماعه ديننا دين عزيز، وبنتعامل مع رب عزيز، عزيز يعني لا يغالب. فانت لو مش عايز زي حديث وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله أن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. هي دي الإقبال على الله، الإقبال على الحق، الإقبال على الدين، أن يكون الدين همك، أن يكون الدين هم عندك، مشكلة شغلاك الدين، عايز أتعلم، عايز أعبد ربنا، عايز أبقى كويس، عايز أتوب، عايز أدخل الجنة، عايز أشوف النبي، عايز يشوف ربنا، ان يبقى الامر ده هم، هم شغلك، شغلك شغل حقيقي. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايها الاخوه، من ايضا صفات الضالين التي تسربت الى المسلمين الغلو في الصالحين. سبب كفر النصارى، واحد يقول ألا هم النصارى كفار؟ آه، إذا مش هم أهل الكتاب، هم كفار أهل الكتاب. ده أنت تكفير بقى يا شيخ، أنت بتكفرهم؟ لا مش أنا، ربنا في القرآن قال سبحانه وتعالى نصا صريحا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال لك لا، ما بيقولوش المسيح هو الله. قال له طيب ربنا قال في الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهم النصارى لا يختلفوا، يا إما اللي جزء منهم بيقول إن المسيح هو الله، وجزء الثاني بيقول إن الأب والابن والروح القدس ثلاثة. فدول ودول ربنا في القرآن بصريح الآية قال انهم كفار. ما تجيش انت النهارده وتقول لا، ايه من شك في كفرهم كفر،
ربنا يقول كفار وانت تقول مش كفار. فالشاهد ان كان سبب كفرهم هذا الغلو في عيسى عليه السلام، الغلو في سيدنا عيسى. قالوا ان عيسى هو الله او ان عيسى ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فالشاهد الغلو في الصالحين طبيعة بشرية. إخوة، عايز أقول من البداية إن القرآن نعيم وجنة وهداية. المحروم من القرآن محروم من الخير كله في هذه الدنيا. القرآن جنة، جنة حقيقية. أما تمسك المصحف وتفتحه وتقرأ فيه وتتمتع، تستمتع، تستلذ، تفهم، تتأمل، تتدبر، هي دي الحياة. وقد يقول البعض أنا بفتح المصحف وما بطئش، بقفله تاني. اصبر، افتح جنب المصحف كتاب تفسير مبسط بسيط، كتاب بسيط في التفسير يوضح لك المسألة، ينور لك بس الطريق، زي تفسير السعدي كده مطبوع على هامش المصحف، بحيث انك انت تفهم الكلام ماشي ازاي. وبعدين الأمر الثاني محتاج صبر، مرة وما فهمتش، الثانية برضو ما فهمتش، الثالثة مش قوي، الرابعة، أنا أقصد الرابعة ختمة، اقرأ واقرأ تاني واقرأ ثالث واقرأ رابع، واضغط على نفسك إنك تقرأ، وجنبيك ورقة وقلم، اكتب أفكارك، اكتب فهمك، وبعدين اسأل واعرض الكلام ده، واعملها حلقة، هات زوجتك واقرأ، وإيه رأيك أنت؟ سمعتي حاجة في الموضوع ده قبل كده؟ وقول لابنك، قول أنت فهمت إيه من الموضوع ده؟ قول لأخوك، قول لأبوك، قول لأمك، قول صاحبك، واعملوا قاعدة خمسة ستة. القرآن، القرآن نعيم، قرة عين حقيقي، إذا عرفت إن ده إيه؟ كلام ربنا، ربنا بيكلمك، بيقول لك. فلذلك الحياة اللي احنا عايشينها في وسط هذه الفتن والآلام والمواجع، يجي القرآن يروح منور لك الدنيا، تقول سبحان الله العظيم. الآيات اللي كنت بدأت بيها في خطبة الجمعة، لا في درس الجمعة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآيات، تحس ان الآيات فعلا لو قعدت تتدبر تلاقيها بتتكلم عن الواقع النهاردة. تقرأ الآيات كده تحس ان ربنا بيتكلم عن الوضع ده. قد خلت من قبلكم سنن، بس لما تفهم بقى يعني ازاي، يعني ايه خلت من قبلكم سنن؟ يعني مرت من قبلكم قوانين. سنن يعني طرق لا تختلف. فسيروا في الأرض فانظروا. لو تأملت، مش بقولك دلوقتي في موضوع الضلال والإضلال، ثمود، وأما ثمود فإيه؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، زي المسلمين النهارده، ربنا هداهم للإسلام وهم بيستحبوا على الإسلام حاجات تانية، هو نفس الكلام، استحبوا العمى على الهدى. تقول لي يا ابني سكة الدين ايه؟ يعني تخيل انت الولد اللي كنا بنتكلم معاه بعد الصلاة ده، البتاع اللي هو عاملها هنا ديك، والسوالف الطويلة، والشعر اللي حاطط عليه مش عارف ايه ده، ها؟ ده منظر
طب ما تبص الوجه فيه لحية، شوف الفرق بين ده وده ايه، شوف اللبس اللي هو لابسه شكله ايه، وتخيل ده لو لحية وجلبية بيضة وطاقية بيضة هيبقى شكله ايه. هي دي فاستحبوا العمى على ليه، فاستحبوا العمى على الهدى. انا بتعجب كتير جدا لما اشوف الجهد اللي بيبذله لعيبة الكورة في الملعب والتدريبات والمحاضرات والسفر عشان ايه، ومين بيبذل للدين عشر هذا الجهد. يعني شوف لعيب الكورة بيتدرب قد ايه عشان يلعب ماتش كورة، عشان ايه مش عارف، انت محتاج تتدرب بس شوية صغيرين عشان تقوم الليل، شوية صغيرين جدا عشان تقرأ قرآن وتدمن قرآن، محتاج شوية تدريب بس، تدريب في الأول، تدريب وصبر. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه، ان بقول لك القرآن هتلاقيه يتكلم عن كل حاجة في حياتك، يتكلم عن بيتك وعن زوجتك، بيتكلم عنها، يتكلم عن اصحابك واللي حواليك وعن جيرانك، يتكلم عن علاقاتك مع ابوكم. بس القرآن محتاج ان هو يكون بيجري في دمك، تبقى شايفه بالبصيرة القرآن. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان اكثر سبب لضلال العباد النظر الى البشر. تخيل انت بقى ان تلاقي بشر لما يجي لهم الرسول يوم يقولوا ايه، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ازاي ربنا يبعث بشر مننا رسول؟ شوف العجب. وهم اللي بيعبدوا حجر ويقولوا هو الله، بقى البشر مش افضل من الحجر؟ وفي نفس الوقت تجد اتباع هذا الرسول يعبدوه ويألهوه ويدوا له من صفات الالوهيه. هو الناس كده طرفان ووسط، الغلو في الصالحين من طباع البشر. تلاقي الناس اذا حبوا واحد يرفعوه فوق السماء، واذا كرهوا واحد يخسفوا به الارض. لذلك في قصه اصحاب الاخدود، الغلام كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه القدرة على المداواة، فقالوا الأعمى جليس الملك لما عمي وقال له بلغني أنك تشفي من جميع الأمراض، قال الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله. كأن البلد كلها بدأت تقول إن الولد ده بيشفي، هو ده الغلو، وهو الولد ما بيشفيش وإنما بيعمل إيه؟ بيعالج، بيعالج بس، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. هو ده الغلو، الغلو الحاصل، الغلو في الصالحين. ولذلك أتى الإسلام لحماية جناب التوحيد، أغلق هذا الباب، ممنوع الغلو في الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولكن زي ما نقول برضو تاني، إن الناس في هذه المسألة طرفان وسط. في ناس عندهم جفاء مع سيدنا النبي صلى عليه، جفاء محمد وخلاص، في جفاء، في قلة أدب. وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ها كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولش محمد، قول سيدنا محمد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما تقولش دايما يجري برضو على ألسنة أهل الجفاء ده بشر زيه زيك، لا هو بشر بس
مش زيه زيك رسول الله. وصلت دي ولا لا؟ يبقى لازم نفرق بين الجفاء والغلو، الإفراط والتفريط. أهل السنة دايما أهل وسط. فالناس اللي يقولوا محمد وبشر زيه زيك ما يقدرش يعمل حاجة، لا هو بشر لكن مش زيه زيك رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، ها يوحى إلي، ما تقطمهاش، يوحى إلي. يبقى لازم، ينفع نقول سيدنا محمد؟ ينفع؟ ينفع ونص. سيدك وسيد أبوك صلى الله عليه وسلم وسيد الدنيا كلها سيد، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هتيجي النقطة اللي بعديها على طول في صفات الضالين، البدع والافتئات على الدين. قال سبحانه وتعالى عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. ما ينفعش بقى أن أنا أجي أقول إيه في التشهد مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أو في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هو ده الأدب. الأدب إن أنا أطيع. دايما يضربوا المثال ده يا جماعة، فإن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول الطاعة مقدمة ولا الأدب؟ الطاعة ولا الأدب؟ يعني سيدنا أبو بكر كان بيصلي والرسول دخل فقال له إيه؟ أثبت. فرجع، أثبت، خليك صلي، رجع حتى تقدم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فصلى بالناس فقال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن الطاعة من الأدب. الطاعة من الإيه؟ من الأدب. عشان كده الرسول أنكر عليه، قال له ما سمعتش الكلام ليه؟ وعشان كده بعد كده لما الرسول مرض بقى في مرض الموت، لما قال له أثبت ها ثبت، لأن الطاعة هي الأدب. فلما يجي الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الأدب إن احنا نقول سيدنا النبي، لكن هو علمنا إن احنا نقول اللهم صلي على محمد، يبقى أقول اللهم صلي على محمد، لأن الطاعة هي الأدب. ما تألفش أنت أدب من عندك. هي دي مشكلة الناس اللي غلطوا في حق ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، يوم يقولوا لا ما نقدرش نقول إيد ربنا، ربنا له يد، احنا كده بنشبههم. ما ينفعش يبقى ربنا يد، يبقى يده يعني قدراته. انت هتعدل على ربنا؟ ودايما انا حطيت لك الحل في دي، ان انا لو جيت يوم القيامة وربنا قال لي انت ليه اثبتت ان ليا يد، اقول له يا رب انت اللي قلت، مش انت قلت يد الله فوق ايديهم، فانا قلت زي ما انت قلت، يدا تليق بجلالك وكمالك ليس كمثلك شيء وانت السميع البصير. بس لكن لو ربنا سأل واحد من اللي بيقولوا يده يعني قدرته أو قوته، أنت ليه قلت يده يعني قدرته؟ يقول إيه؟ يقول يا رب عشان أنت ما ينفعش يبقى لك إيد، أنت مالك أنت. هو ده إن قلنا الأدب هو الطاعة. الأدب هو إيه؟ الطاعة، الاستسلام. ألحيت بالنقطة دي كذا مرة امبارح أو في هذه الأيام، يا جماعة أنتوا عايزين دين تحكموه ولا دين يحكمكم؟ الناس النهاردة عايزين دين هم يحكموه، دين على مزاجهم. لا، المفروض تستسلم للدين، استسلموا للدين. فلما دين يقول ان دول شيعة وان دول بيشتموا جدك وابوك ابو بكر وعمر وعثمان وبيتهموا امك في شرفها السيدة عائشة، يبقى دول وحشين حتى لو عاجبينك. استسلم للدين. وبرضو عشان أأكد عليها تاني، مهما يكونوا وحشين وما بنحبهمش إلا إن إحنا بنكره اليهود أكتر منهم وبنكره الأمريكان أكتر وأكتر. فمش معناها دلوقتي إنهم وحشين وما بنحبهمش وبيشتمونا وإحنا عارفين إنهم لو مكنوا مش هيسيبونا،
يعني الشيعة النهاردة بيعملوا ايه في اهل السنة في العراق؟ بيخرموهم بالشنيور علماء اهل السنة، والصور موجودة ومعروفة ومشهورة. الشاهد ايه؟ ومع ذلك ندعو الله انه ينصرهم على اسرائيل، لان نصرهم احب الينا حتى ولو كنا ما بنحبهمش. هو ده اللي اسمه ايه بقى؟ الدين، الاستسلام للدين، رأي الدين، مش بمزاجك ولا هواك ولا انت تحكم. هي مش سياسة، ده ايه؟ ده دين، ده دين، مش بدماغك ولا بدماغ حد، دين شرع. الغلو في الصالحين، نرجع تاني. ينبغي ان تعتقد ان لله حق سبحانه وتعالى، ولرسول الله حق، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق، ثم للعلماء حق، ثم للوالدين حق، ثم لسائر الناس حق. المسلم منضبط، سبحان الله العظيم. صراحة أنا كان مفروض لقاء الليلة نتكلم عن التزكية والعشرة الزوجية وحل المشاكل الزوجية، لكن قدر الله والموضوع تغير، سبحان الله العظيم، يعني أرزاق وأقدار. لكن بقول إن أحسن أو الحل الوحيد للمشاكل الزوجية مش يبقى دماغك، الحل الوحيد إن ربنا اللي يحل المشكلة. إزاي؟ إن إحنا نشوف الشرع رتب الأولويات إزاي. الشرع رتب الحقوق إزاي. كان عنوان العنصر لست تعيش وحدك في بيت الزوجية، انت مش عايش لوحديك، انت معاك ناس. يبقى مش وقت ما انت عايز تنام تنام، لا، في ناس موجودة من لها حقوق وعليك واجبات. ترتيب الأولويات، وانتم مختلفين، ترتيب الهموم، ترتيب الأهميات، ترتيب التوقعات، عارف ازاي؟ احنا ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ صلى على الرسول. انت راجع من الشغل تعبان ومتضايق ومصدع، انت متوقع ان هي هتبالغ في الاهتمام بيك، في ايه؟ جيب لك نوفالجين، مش عارف ايه، انت متوقع كده، وهي متوقعة ان انت جاي النهاردة جايب لها هدية معاك وهتقعد تتكلم معاها. فلما دخلت هي اتصدمت، ولما دخلت انت كمان اتصدمت لاختلاف التوقعات. حلها ايه دي؟ خليها بقى في موضوعنا التاني. الشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا ان يبقى الشرع هو الحاكم، ان الشرع هو اللي يحكم، ان الشرع هو اللي يقول الراجل يرجع ازاي والست تقابله ازاي، حتى لو كان تعبان، حتى لو كانت متوقعة، حتى لو كانت زعلانة. هي ده اللي انا بتكلم عليه في ترتيب الحياة. ترتيب الحياة، مش يا جماعة انا قلت لكم قبل كده ان فهم الدين ان يبقى عندك في دماغك، في قلبك، في ذهنك، في خريطة للدين. عارفين خريطة مصر لما مرسوم كده فوق البحر المتوسط، وعلى الجنب كده البحر الأحمر، وهنا فرعين النيل، ونزل النيل لحد تحت خالص، كل حاجة. البحر المتوسط له حجم وله مكان، والأحمر له حجم ومكان، وقناة السويس لها حجم ومكان، ونهر النيل له حجم ومكان، وكل واحدة من الدنيا من المدن، هنا اسكندرية، وهنا القاهرة، وهنا الفيوم، وهنا أسوان. كذلك الدين لازم يبقى في دماغك كده ان كل حاجة لها حجم ولها. انتوا معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حاجة لها حجم ولها مكان، لازم تكون كل حاجة في حجمها الصحيح في مكانها، في مكانها الصحيح، كده اتحلت المشاكل. يبقى التوحيد
فين في حياتنا؟ واتباع النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أمي فين في حياتنا وحجمها قد ايه؟ الفلوس فين في حياتنا وحجمها قد ايه؟ والشغل والأكل والنوم والعيال والجيران وامها واخواتها وجواز اخواتها وولاد اخواتها واخواتك، كل واحد يبقى له حجمه الصحيح في مكانه الصحيح. اتحلت المشكلة. ونرجع لموضوع الغلو في الصالحين. أحبكم في الله، أحبكم في الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.